لان واحد المراه كانت حامل ودينا هزينا على البراويطه وصلناها للطريق الرئيسيه باش مشات ولدت في السبيطار. انا حاليا دابا الطوموبيل عندي انا كنخليها عند الكارديان بواحد الكيلومتر وتندير واحد البوط وتنجي لها الطريق هذه ملي كتكون الشتاء. وكاين سيد رئيس جماعه مسن جذوب، واش ما شتيش هذا الطريق اللي تابعه للمنطقه ديالك؟ واش ما شتيش هذه المعاناه سيد رئيس جماعه مسن جذوب؟ الا سكان صوب لنا الطريق ما قديتيش قول لنا ودي الله يرحم الوالدين راه ما قادش، وغادي نديروا النداء للناس المحسنين باش يعاونونا. الله وعسى في حاله ما لا بقات عليهم بصمه عار الا ما كاين والو ما يقول لنا ما كاينش صافي باش نعرفوا اش غنديروا. سماكم نبيل وزاء رئيس اقليمي المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان محافظه اسد بعماله المحمديه. الان كنت واجد بمنطقه سيدي موسى مجدوب بعماله المحمديه بمنطقه ولاد سيدي عزوز بالطريق ما تسمى بطريق الطاس. مع كامل الاسف هذه هي الحقيقه اللي غادي نقولها. واش هذه الطريقه الاخ الا سمحتي؟ واش هذه الطريقه هذه؟ سيد رئيس جماعه سيدي موسى مجدوب، هذا النداء الى السيد رئيس جماعه سيدي موسى مجدوب. حنا اليوم ما غاديش نخصم من المجهودات ديالك، قمتي بواحد المجهودات بالطريق ديال الاصلاح ديال واحد الطريق ديال 11 كيلومتر بواحد المبلغ مالي قدره مليار و250 مزيان. جبتي سياره الاسعاف ثلاثه مزيان، السياره ديال النقل المدرسي مزيان، عطيتي الاعدادات الكهربائيه للساكنه فوق واحد 1000 مزيان. وكاين سيد رئيس جماعه موسى جذوب، واش ما شتيش هذا الطريق اللي تابعه للمنطقه ديالك؟ واش ما شتيش هذه المعاناه سيد رئيس جماعه موسى جذوب؟ كنتمنى سيد رئيس جماعه موسى تعطينا توضيح، توضيح للمنظمه، توضيح للساكنه على الشيء اللي كيوقع في الطريق ديال الطاس بمنطقه سيدي موسى جذوب وبحضور. وكنتمنى هذا التوضيح اللي غادي تعطينا بحضور موقع الكتروني ميديا لايف. كاينه معاناه ديال الساكنه ديال ولاد سيدي عزوز في طريق الطاس. حنا ما نبخسوش من المجهودات ديالك، ولكن هذه معاناه حقيقه مع كامل الاسف. شوفوا الكارثه، شوف السيد رئيس جماعه موسى مجدوب، شوف شوف السيد رئيس الجماعه، شوف الكارثه. اعطينا توضيح السيد رئيس جماعه موسى مجدوب، حنا كمنظمه ما غاديش نسكتوا، وحنا مع الساكنه ديال مجدبه، حنا معاهم. المجهودات اللي عطيتيها قبل وخدامها سيد رئيس، عطينا توضيح في الموضوع. واش راه ما غاديش نسكتوا عليه؟ باش نكونوا صراحه ما غاديش نسكتوا عليه. نعطي الكلمه لاحد من الساكنه. السلام عليكم، انا من الساكنه ديال هذا الدوار هذا المشؤوم. الله يرحم الوالدين، راه الطريق راه كرفساتنا السيد الرئيس. عطيناها شي حاجه، قول لنا ودي امتى غتصوبها؟ واش حنا ماشي ناس؟ واش ماشي سكان؟ وما فهمتش غير فاش من خانه فاش حطيتي هاد الناس ديال ولاد سيدي عزوز؟ الا سكان صوب لنا الطريق ما قديتيش قول لنا ودي الله يرحم الوالدين راه ما قادش، وغادي نديروا النداء للناس المحسنين باش يعاونونا. الله وعسى يجي شي محسن يصوب لنا الطريق، اما انت واقيلا راه الفائده صافي راه ما بقاتش. لا لا دقيقه، الا يرحم الوالدين الا جا المحسنين صابوها راه بقات بصمه صعار على المجلس. لا سيدي لا في حاله ما لا بقات عليهم بصمه صعار الا ما كاين والو ما يقول لنا ما كاينش صافي باش نعرفوا اش غنديروا. حنا راه فوق من 20 عام هذه وهاد الطريق بحال هكا، فوق من 20 عام وهاد الطريق بحال هكا. كاينه معاناه. واش ماشي حشومه؟ راه حشومه بزاف. كاينه معاناه. وراه حقره هذه، حقرتي هذه المنطقه بما في الكلمه من معنى، حقرتيها بزاف والله يسمح لك وصافي من الساكنه. شوف شوف هذا هو اللي غنقول. دار مجهودات، عطى جاب الطريق مزيانه، جاب السيارات، ولكن سيد رئيس جماعه موسى مجدوب عطينا توضيح في الموضوع. كاينه معاناه ديال الطريق الطاس، وكنتمنى تعطينا توضيح فيها سميتو. كاينه معاناه والله ما ينادى منكر سيد رئيس جماعه موسى مجدوب. المجهودات ديالك ما مخصوش منها، قمتي بها، ولكن كملها سيد رئيس جماعه موسى مجدوب. العضو كاين في الجماعه ديال سيد موسى مجدوب ما يسمى باستطاعه، ما عقلش بالضبط الاسم ديالو، كان ذكر في واحد الفيديو بان راه هاد الطريق هي الاولى من الطرقه اللي غادي تصيب، ولكن مع ذلك داك الشيء ما تمش، داز لشي بلاصه اخرى وهذه بقات. حرموا الساكنه. وهذه بقات، بغينا نعرفوا علاش هذه تاجلت. راه نقول لك واحد الفتره طويله، حنا دابا تقريبا واحد 40 عام وانا هنا قبل ما يدوز هذا. بالنسبه للعدد ديال الساكنه تقريبا العدد ديال الساكنه راه كاين كثار بزاف، راه تقريبا واحد 700 عائله، واحد 700 ومنهم كاين الفلاح. كثر كثر لا 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 كثر كثر.